نحكيه على عمل درامي. عمل درامي معناتها اليوم كي نحكيه على عمل درامي معناتها راهو اللي فيه وسطه راهو مش بالحق هذاك. من قال بالحق؟ هي فيكتيف معناها فيكسيون بالسوري معناها خيانه. من قال خلاف ذلك؟ ولكن يا سيدي بحث بسيط. سامحني مثلا في فيلم الرسالة مثلا شبه الرسالة كي أحد قتل واحد سهيل مش من حق جمعية نتاع أيمة ولا من حق السيد هذايا باش يستنى في جمعية الأيمة باش يعطيه ترخيص على البيان يتلهى لا معناها مش من حقه السيد هذايا ولا جمعية نتاع أيمة باش تعطي رأيها في عمل الدرامي. هذايا شفت الحاله هذايا اللي قاعده تصير توا. هذوما ناس هاجوا باسم الدين وباسم السواديزون هاو باش ينشروا في المجتمع الفجور والفسوق والرشاد. بلغوني نمشي نجاوب راهو ما تجاوبنيش ما نحبكش تجاوبني. لا بلغوني نمشي نجاوب وانا مش نحبكش تجاوبني. انا غير موجود بالنسبه لي معناها انت قدامي كان انا غير موجود انت انت باهي سنه عندك. انا يعني حبيت نذكر الشخص يعني الشيخ عادل حبيت نذكرك فقط انه تونس كانت اكبر دوله مصدره للارهابيين لبؤر التوتر. هذه تعرف كيفاش صار؟ صار من الافكار اللي كيفك انت هذه من الدمغجه اللي تصير انه يعني نقابه جمعيه لائمه المساجد اللي هي المهمه بتاعها تهتم بالمساجد وبالشان الديني تتدخل وتسمح لنفسها ان تتدخل في الانتاج وشنو يلزم المنجه يلزم المنتج والمنجه يمشي ويشاوروا الجمعيه بتاع ائمه المساجد باش ينتجوا فيلم. ريت الافكار هذه السوداويه خليني نكمل فكرتي انا سمعتك انا ما نقصش. شفت الافكار هذه الشباب الصغير اللي قابل مخه باش يدمغج ورينا قداش من شاب سوريا والعراق اكبر نسبه فيهم من الارهابيين راه متوانسه. في بالك بالمعلومه هذه ولا ما في بالكش؟ يعني كي نلقى اليوم فكر حامل كيف فكرك وتقول ايه عندهم الحق جمعيه باش تمشي انها هي تحاسب فيلم ونشر سامحني نشر الرذيله والشذوذ والفساد والفكر الدرجه ما تفرشش حل المخ محلول عمل درامي محلول. فني محلول. عمل درامي فني فني حل مخك والا بر التحقوا التحقوا بالعراق عملت قفز بالزين انت عملت قفز بالزين تسمع شويه دولة الخلافة نهديلك يعني شوية نهديلك شوية معلومات علاش تحرمتي نفسك كلنا انت على الاقل على الاقل نجم نجاوبك معك حل. لا سامحني سامحني تبارك الله عليك مثقف وقارئ روعي كبير مثالش نقول كلمة تخرج كلام كيف هكا من فمك. اتحداك ان تضربي مثلا واحدا فيما كتب او قيل يعني تصريحا او مكتوبا من أيمة الجمعية نتاع الأيمة دعت مرة في سطر واحد أو في كلمة واحدة إلى عنف أو ما يمكن أن يفهم منه الذهاب إلى بؤر التوتر. البيان هذا البيان هذا اللي يصف ما تيش علينا من الكلمة ذي أرجع لي أنت بؤر التوتر أنت تعرف شنو هي مشكلتك؟ تستمعين فتعيدين ما تسمعين لإرضاء من أسمعك. لا انت لا للاسف هذه إهانة ليا انا خاطر انت تحكي مع انسانه راني استاذيه في الصحافه وعلوم الاخبار وعندي 17 سنه هذا الكلام اللي نقول فيه راهو كلام سنه المجري للاسف انت وامثالك اللي قاعدين كالببغاء قاعدين تسمعوا وتعاودوا للاسف انا اتحداك الان انا ببغاء انا ندافع على مدنيه الدوله اعطيني كلمه واحده الببغاء يسالك كلمه واحده جمله واحده من خلالها يمكن ان يفهم ان دعات الى تطرف او ارهاب. تفضل تفضل سامحني انها سامح. تصدر هذا هو القديم ربي يحطوا لنا البيان راهو طرش معناتها بيان بكله شنو مطالبه المنتجه باش تنتج وانه عمل يشجع على العنف والشذوذ والفكر الدرجه وفي الاخر تختموا في الاخر بايه قرانيه اللي هو افهم منك وادرى منك قال نفس الحديث الاستاذ انت كيف اي فنان عنده الحق ليه هو قال فنان عنده الحق هو معناها يقول والاخرين فاش يحكيوا الايام تحب فنان عنده الحق الايام فاش يحكيوا شنو عندهم الحق؟ انت دخل أئمة المساجد في عمل فني أئمة المساجد شنو عندهم الحق يحكي وفاش؟ نقاش معك زيد ما تنجمش تجاوب على خاطر ما تنجمش تجاوب فاش يجي ويحكي في نواقض الوضوء هكا هاو يزي باش نمشي